يخطو العمل على ضوء معطيات موجوده متعرف عليها ان ماده الاكسجين يعني ماده يعني مطلوب عليها اكثر لانه كل مرضنا اللي عندهم الاكسجين للاسف كلهم يتلقاو الاكسجين من الانطلاق الاول. فهذا يخلينا كيفاش نفكر امام حصه ممنوحه لنا للولايه كيفاش نوفر ماء هذه الماده لكل مرضنا. بالتالي بعد التشاور مع السلطات الصحيه على مستوى الولايه وكل المختصين قررنا باش يكون في قطبين، القطب الاول هو السيده والقطب الثاني هو يعني كشف القلب، هكا باش نجمع المرضى نتاعنا ونسير اكثر. حتى في نقل الاكسجين بالصهاري ما يديرش عمليه نقل تستغرق اوقات كبيره لانه هي ماده حساسه وماده ضروريه وماده حيويه لحياه الانسان ما لهاش تاخر ولا سكون ولا يعني ثانيه عند المريض. فهذا شكل من اشكال التنظيم اللي خلينا نسهل المهمه تاع الطاقم الطبي موفر هذه الماده في التوقيت الحقيقي. انا ودا كان دابا تنظيم هذه العمليه في قطبين. اكيد سيدي انا نقرنا في يعني مبادرات لاختنار جينيراتور لوبيتال كيدا وجينيراتور لوبيتال فريد، لكن انا يبدو لي انه اعضاء المجلس الشعبي الولائي كنا في المجلس الشعبي الولائي يقولوا انه تم رصد تجربه ماليه معتبره أن يخص ميزانية الولاية في 2020، كان من الممكن اقتناء هذه التجهيزات يعني وينتقدوا يطالبوا علاه أن ما صرفناش هذه المبالغ المالية في الوقت اللي كنا قادرين نصرفوهم وكنا قادرين نوفروا هذه التجهيزات ثاني، كنا هو المسؤول عنها. أولا هذا الكلام لا يلزمني في شيء. فهمت؟ لأن واحد يكون بعيد يحكي لك كما يحب هو حر وهذه الديمقراطية وهذه الجزاء والحمد لله هذه خاصية وميزة فكل واحد عنده حرمة شرعية. احنا المشروع هذا زي كشي عليه مشروع قطاع الإجراءات السابقات العمومية وراه ماشي نهار الاثنين آخر الإجراء تاعو باش يروح لحج التحقيق وهذا هو الوقت تاعو العادي حتى نكون واضحين في الكلام.